المفروض ان انا موديها بيت جديد، ماشي، مؤقتا عقبال ما ارجع. عايزين نشوف بقى قلة الادب اللي هو عاملها. انا عايزه اعرف ايه قلة الادب اللي انت عاملها من ساعه ما جيت دي. خد هنا خد هنا خد هنا خد هنا خد هنا، راح فين؟ هجيبك منين؟ تعالى من الناحيه التانية. ايه بقى ايه بقى، بنتشقى كده واحنا بنيجي عند الناس؟ بنتشقى واحنا بنيجي عند الناس بنعمل الكلام ده؟ ها ها، احنا بنعمل الكلام ده؟ يعني احنا بنعملش الكلام ده في بيتنا؟ ها، عايز ايه؟ لول يا لول، رايح فين لولا؟ تعال انت تديه بالرجل يا بوبي يا بوبي، تعال. والله العظيم عيب. في ايه؟ احنا المفروض جايين عند الناس زيارة، نقعد محترمين، نبقى مؤدبين. خديه نبقى مؤدبين. في ايه؟ انت بتديني بالرجل. ها ها، ايه؟ تعال لولا. في ايه لولا؟ في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بس 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 بس. احنا المفروض جايين عند ناس نقعد محترمين مؤدبين نرجع بيتنا. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ها؟ تعال خلاص تعال لولا. يا بوبي يا بوبي.